لا ده الموقف بقى اللي لا يمكن يتنسي. حسن اللي هو هداف مجموعة انا دلوقتي بثمان اهداف، حسن ديالو مفروض في غزل المحلة، والولد بيلعب والدنيا كويسة جدا ومسمع وتمام. لا انا مش عايز اكمل في الغزل يا حبيبي. ليه؟ لا 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 انا مش عايز اكمل في الغزل. طبنا هنا العقد بالتراضي واحنا رايحين نفسخ العقد. ناس محترمين جدا قابلونا احسن مقابلة، وليه يا ابني وبتاع. لا خلاص تمام. المهم خلصنا، جاله اسوان، مضينا العقد في لنادي اسوان مع المدير الاداري، في نفس اليوم توفى قبل ما وصل العقد النادي. فكان ده الولد بقى يعني انتوا بتهزروا، الديل كله باظ. طبعا كان في حاله حداد، كنا اخر يوم في القيد، فانا بقيت واقفه بقى. انا اول مره يعدي عليا الموقف ده، يعني انا مش عارفه اعمل ايه. اللعيب معايا عارف اللي هو حد تايه وماسك في ايد امه كده، طب انا اوديه فين دلوقتي؟ ده فاكرة الموقف ده لا يمكن انساه. كان 31/1 اللي هو اخر يوم في القيد، اخر ساعة في القيد، ان انا بدور على مكان احط فيه اللعيب بتاعي اللي كان من ساعتين ثلاثة بيلعب في نادي غزل المحل. انا ما حدش يعرف اللعيبة بتاعتي بتتمرن فين، وجالي اكتر من حد سألني بغير الاماكن اللي بتمرن فيها، لاني خلاص اتلسعت. انا كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل مباراة ودية، وانت عايز لعيب اعمل مباراة على اسمك وتجيلي العب لك الفرقتين مع بعض وتنقي منهم اللي انت عايزه. فبعد كده لقيت انا باخد بعضي وامشي، لولا ان اللعيب ده ماضيلي وانا مأمنه نفسي كويس، نفس الشخص اللي كان معايا اللي هو كان قاعد جنبي اللي كان من ساعه ده بيروح لافف وقايل اللعيب ده انا ممكن اوديك نادي وتعالى معايا وامضي وقصه كده. فانا قفلت الموضوع ده. هو انا اما هبدا هتبدا من تحت عشان تطلع، لان خصوصا ما كانش في ست غيري، فانا ما عنديش حد يديني خبراته في اللعب ده. انا اللي باخد بقى الخطه واقوم اقف تاني، ويبقى عندي انا قصتي اللي اعرف اقعد معاك دلوقتي واحكي لك. وبعدين انا واخده مجال صعب شويه اللي هو الافارقه، فعايزه حتى على الاقل يكون عندي الاسم يسمع واكتسب ثقه. فالثقه دي هتخليك بعد كده تثق فيا وتقولي لا انا عايز لعيب للتانيه والدوري ممتاز. وتملي بقول حاجه، تملي بقول انا عندي زرعه متاكده 100% ان لعيبتي دي هم اللي هياخدوا بايدي. اصل انا سهل ان انا اروح دلوقتي باسمي واقنع لعيب بيلعب في المقصه في المقاولين، خلاص بقى عندي الاسم اللي اقوله انا هوديك، بس مش انا اللي جبته من البدايه. هو ممكن يكون فكر غلط بس ده فكري. انا عايزه لعيبتي اللي بدانا مع بعض. وانا عايزه اقول لك على حاجه، لو قلت لي اسمائهم هم كلهم بيتعاملوا معايا كأم. انا حافظه كل تفاصيل حياتهم، بكروت الشحن بتاعتهم، بارقام اعياد ميلادهم، بكل حاجه. احنا عندنا حياه. اول عموله خدتها كان 15,000 جنيه. ما كانش فارق معايا العموله بصراحه خالص، ما كانتش فارقه معايا بالمره. انا بص انا فاكره وانا الفلوس اللي كنت ماسكاها، يعني انا مسكت كتير فلوس في حياتي في شغلي، خصوصا ان انا صحفيه اصلا. فلا انا الفلوس دي بقى اللي هي اللي ليها شكل تاني بقى ومعنى تاني بالنسبة لي. فأنا مبسوطة قوي كل شوية بقى حطها قدامي وبسلها تعبي شقايا. فأنا مبسوطة جدا إن أنا عملت حاجة. عارف لما تكون عملت شيء وانت نفسيا راضي عنه؟ هو ده أنا كلمتي واحدة. عشان كده اكتسبت صداقات كتير جدا، رؤساء أندية عندهم ثقه ان هو ممكن يثق. طب انا ليا صاحبي في نادي كذا عايز لعيب، طب هاتيهولنا حتى مش في النادي عنده.